دانكشن. لو احتجت لكم هبقى اطلبكم يا حبايبي. او فيدرزين. دانكشن. دانكشن. مشيو؟ مشيو يا ديفيد. هيا شلومو يا حبيبي، خلصت؟ وإيه رأيك؟ لو كان الكلام المكتوب ده صحيح يبقى كويس. كويس وبس شلومو؟ أيوة يا ديفيد، كويس وبس، لحد ما نشتغل عليه ونتأكد إن كانت المعلومات دي صح ولا لأ. أنا جاهز يا حبيبي، اديني الورق وانا ارجعهولك نقطة نقطة. هتراجع ايه يا ايزاك؟ الورق ده لازم يروح اسرائيل. اسرائيل يا شلوم؟ لازم الاجهزة المختصة تدرس المعلومات والبيانات الموجودة في الورق ده، سواء في الموساد عندنا او في المخابرات العسكرية. لازم نتأكد من كل كلمة مكتوبة هنا. ديفيد، سامية مسافرة بكرة مصر، مش كده؟ ايوه. يبقى احجز لنا على اول طيارة نازلة اسرائيل. العال، العال عندها طيارة تطلع بكرة الساعة 10، هحجز عليها 3 أماكن. مكانين بس يا إيزاك، أنا وديفيد هنسافر. وأنا يا شلوم؟ أنت هتفضل هنا في روما. حرام عليك يا شلوم، أنا ليا زمان يا أخي ما خدتش أجازة، عاوز أشوف أهلي في إسرائيل. الحكاية مش فسحة يا إيزاك، في حرب شغالة هناك، والمكتب هنا ما يقدرش يستغنى عنك ولا ثانية، فاهم؟ ماشي يا شلوم، ماشي. أصلي هنا بقى بدل ما كنت حصلي على حائط الماء. طيب ادرسوا انتوا المعلومات دي وقدموا تقريركم لقسم البيانات وانا هشوف هتصرف فيها ازاي. اتفضلوا. اهلا شلوم. اتفضل. اه واقف ليه؟ انا لسه قافل مع ايزاك من شويه، بيقول لي ان انا ليا معاك هديه حلوه قوي. مش هتبطل الخصله اللي فيك دي يا ليفي؟ انت بتتجسس عليا. طبعا يا شلوم، ده شغلي. خلينا في المهم، اخبار البنت اللي اسمها ساميه ايه؟ ايزاك بيقول لي انها كنز. دي المعلومات اللي جابتها ساميه، وانا بقترح ان احنا نشكل لجنه خبراء من الموساد والمخابرات العسكرية وهيئة الأركان لدراسة الكلام المكتوب والتأكد من صحته. لجنة خبرة؟ طبعاً لجنة خبرة. الكلام ده لو طلع صحيح يبقى إيزاك عنده حق، ويبقى إحنا فعلاً وقعنا على كنز. طيب ما تقعد، أنت وقفت ليه؟ ورايا مشوار، هبقى أفوت عليك بكرة وأشوف وصلت ليه. شالوم. شالوم. ده تقرير الرحلة الأخرانية، وزي ما توقعنا خدوا كل البيانات والمعلومات اللي بعتناها مع سامية، وزمانهم دلوقتي بيدرسوها وبيتأكدوا من صحتها. يعني هم طلبوا بيانات ومعلومات جديدة؟ أيوة فن. وفي آخر التقرير في صورة من الطلبات اللي طلبوها من سامية. أيوة. وسامية في الرحلة الأخرانية ما قابلتش غير نبيل وديفيد بن حيم؟ أيوة فن. بس لما رجعت مصر قالت لي انها شافت ديفيد بن حييم في المطار هو واحد طالعين رحله على اسرائيل. مين الواحد؟ هي ما تعرفوش، كانت اول مره تشوفه. طب سيب لي التقرير ده انا هدرسه واشوف طلباتهم ايه، نتقابل بعد يومين. تمام يا فندم. هي طمني عليكي، عملتي ايه اليومين اللي فاتوا دول؟ لا العادي. العادي اللي هو ايه يعني؟ العادي يا ستي ان انا كنت بروح المدرسه الصبح وارجع بعد الظهر اعدي على عمك مختار اطمن عليه وبعدين اروح. ايوه بس البواب قال انك رجعتي بدري النهارده. ايه زوغتي من المدرسه ولا ايه حضرت النظر؟ لا يا حبيبتي ما زوغتش ولا حاجه، بس اصل عمك مختار كان تعبان قوي امبارح فقلت اخد اجازه النهارده واعدي عليه اشوفه. سلامته ماله؟ لا ابدا، تهاني وكوثر مشوا وروحوا على بيتهم في المعادي، وبعدين الراجل طبعا قاعد لوحده دلوقتي. طب وانتي ما روحتيلوش؟ الحقيقة كنت بعمل له أكل عشان أوصله له، بس أنت جيتي بقى مش معقول أسيبك لوحدك. كلام إيه ده يا حضرة النظرة؟ اتفضلي يلا قومي البسي روحي وأنا هاجي معاكي. عم عبدو. نعم يا فندم. تعالى دخل
جيب سخني الاكل بسرعه واحضري على السرعه ساعه والاكل. تعالي يا عم ساميه. ازيك يا عم مختار؟ ازيك انت؟ انت كنت فين اليومين اللي فاتوا دول؟ كنت في باريس ولسه راجعه النهارده الظهر. اهلا يا اقبال. اهلا بيك. ما كانش في داعي ابدا تتعبي سامي وتجيبيها معاك النهارده. كان المفروض تستريح يومين على الاقل بعد السفريه اللي كانت فيها دي. تصدق بالله بقى هي رجعت من السفر من هنا واصرت تيجي عشان تطمن عليك. ده انت الخير والبركه يا عم. شفت يا سامي؟ شفت الكل سابوني ازاي؟ الاول عبد القادر وتهاني خدت بنتها وراحوا سكنوا في شقه المعادي. كلهم سابوني. وقيت لوحدي يا سامية. ما تقولش كده يا عمي. جرائية مختار، هو أنا مش كنت عندك الصبح النهاردة؟ ممكن بقى ناكل عشان أنا جعت؟ ماليش نفس. إيه هو اللي ماليش نفس؟ هتاكل يعني هتاكل. ده أنا ما حطيتش لقمة بقي من ساعة ما جيت مصر عشان ناكل مع بعض. وبعدين ده ماما بنفسها هي اللي طبخالك. هتكسف إيد ماما برضو يا عم مختار؟ عامل ايه يا مختار؟ الحمد لله الحمد لله. ايه ده يا عمو؟ انت ما بتاكلش ليه؟ انا باكل باكل. اوعى تقول ان اكلي مش عاجبك. انت عارفه يا اقبال طول عمرك اكلي بيعجبني. طب كل بقى وبلاش سرحان. على فكرة يا عمو في موضوع كنت عايزة أكلم حضرتك فيه. موضوع إيه؟ أنا حكاية الأكل دي الحقيقة مش عاجباني خالص. إيه اللي مش عاجبك في موضوع الأكل؟ الأكل بيتطبخ في حتة وبيتسخن في حتة وبعدين بيتاكل في حتة تانية. أنا مش عاجبني الموضوع ده خالص. برضه مش فاهم قصدك يا سامة. قصدي إن بدل الشحططة نتلم كلنا في بيت واحد وناكل الأكل وهو طازة وخارج من الفرن. بنت ايه اللي بتقوليه ده؟ المهم انا قلبي عليكي مش عايزه عم مختار ياكل اكل طازه. طب كلي كلي وانتي ساكته. حاضر. مش فاهمة ايه اللي انت عملتيه ده النهاردة؟ عملت ايه؟ الكلام اللي انت قلتيه عند عمك مختار واحنا بنتعشى. ماله يا ماما الكلام اللي انا قلته؟ حكاية الشحططة بقى ونتلم ببيت واحد، ده كلام يتقال يا سامية؟ دوت الكلام اللي لازم يتقال من زمان، مش كفاية بقى عزوبية لحد كده؟ هنعيده تاني؟ تاني وتالت ورابع لحد ما يتم. يا بنتي ما صحش الكلام ده يتقال دلوقتي. الراجل ابن ويت لسه ما بقالوش كام أسبوع. معقولة ده كلام يتقال وفي وقت زي ده؟ وبعدين أنا قلت لك 1000 مرة. انا لا هتجوز ولا هفكر في الجواز الا لما انت تتجوزي واطمن عليكي. ما تخافيش عليا يا ماما، انا لسه العمر قدامي طويل. انتوا لو ما بقاش عندكم قد الراحه اتهنوا بقى شويه. طب انا عاوزاكي بقى تسكتي وتقفلي على الموضوع ده خالص. مش هسكت ومش هقفل. لا وانا بقول لك تسكتي وتقفلي على الموضوع ده، فاهمه؟ ما وقفي العربيه لو سمحتي. ايه في ايه؟ اوقفيها بس. مالك يا سامي يا حبيبتي؟ مش عارفه يا ماما، واضح ان البرد اللي كان عندي رجع تاني. نعم ليفي فين؟ مستنيك هو وكل رؤساء الاقسام فوق في مكتب جنرال بنحاس. ادخل. تعال يا شلومو. انا قريت التقرير اللي ليفي كتبه عن المعلومات اللي انت جبتها من البنت الصحفيه المصريه دي، ولازم اقول لك ان ليفي عمل مجهود كبير قوي في تحليل المعلومات اللي جت. التقرير فيه معلومات خطيرة جدا، بس قبل ما ناخد أي إجراءات
لازم نتأكد إن البيانات والمعلومات اللي في الورق ده صحيحة ولا لا. وأنا بناء على رغبة ليفي قررت إن احنا نشكل لجنة على مستوى عالي من خبرائنا هنا في الموساد والمخابرات العسكرية عشان يدرسوا التقرير ده كويس ويحللوه ويتأكدوا من صحة البيانات اللي فيه. مش كده ليفي؟ مظبوط يا جنرال. وأنا عايزك يا شلومو تقعد مع اللجنة دي وتمدهم بأي معلومات يطلبوها منك. مهم قوي نتأكد إذا كان البنت دي كنز بصحيح زي ما ليفي بيقول ولا مجرد صحفية بتحاول تلفق لنا أي أخبار وتبيعها لنا. أنا عايزك تتعاون مع ليفي في الموضوع ده وعايز تقرير اللجنة في أقرب وقت ممكن. لازم نعرف إذا كان الكلام اللي جابته البنت اللي اسمها سامية دي صحيح ولا لأ. تعبت قوي في موضوع سامية فهمي ده يا ليفي، ولا اقتراح تكوين اللجنة كان اقتراح هايل منك. شلومو ما تنساش ان ده جزء من شغلي. شغلك انت ولا شغلي انا؟ انت ناسي ان انا اللي ماسك عملية عين الصقر، وانا اللي وصلت لسامية فهمي، وانا اللي جبتها لكم، وان المعلومات والبيانات اللي قدام بنحاس جوه في مكتبه انا اللي جبتها يا ليفي، انا مش انت. وانا ايه وانت ايه شلومو؟ احنا كلنا في مركب واحدة، ما فيهاش انا انت هو هي، كلنا بنخدم الوطن. شلومو سيبك من الكلام الفارغ ده بقى، تعال نبص لشغلنا. اللجنة هتجتمع بعد ساعة عندي هنا في مكتبي، انا مستنيك، ما تتأخرش يا بطل. برافو. تعالي عايزاكي. اهدي عليا شويه، خليني ادخل الاستاذ مختار الاول. لا لا لا، في حاجه مهمه لازم تشوفيها، تعالي. ايه يا مجنونه، في ايه؟ مش ملاحظه حاجه؟ ما المكان زي ما هو اهو. لا يا ساميه، حاجه انت ما شفتيهاش قبل كده. ايه البدله اللي انت لابساها؟ بدله ايه؟ هنا هنا يا ساميه، ركزي هنا. حطيتي مانيكير؟ مانيكير ايه يا ساميه؟ ركزي شويه. ايه يا نجم؟ ايه ده؟ دبله دي؟ اه دبله. الف مبروك يا نجم. الله يبارك فيك. مين تعيس الحظ ده؟ فريد. فريد؟ ايوه فريد، عدى علينا اول امبارح في البيت واتفق مع بابا على كل حاجه ولبسنا الدبل. فريد فريد؟ ايوه فريد. يا ساميه مالك؟ إيه؟ وانا مش كلمتك من مده في الموضوع ده واستسمحتك وانت قلتي انك موافقه؟ انت عبيطه يا نجوى. الف مبروك. الله يبارك فيك. ربنا يسعدكم انتوا الاثنين. يا فندم احنا كده معطلين المطبعه ولازم نوصل للقرار، هنطبع ولا لا؟ اطبع يا فريد، المجله لازم تنزل في ميعادها. صباح الخير. صباح النور. طيب يا فندم بعد اذنك انا هديهم امر التشغيل. فريد مبروك. صباح الخير يا استاذ احمد. صباح الخير يا سامي، انت ايه اللي جابك النهارده؟ ايه ما كنتش عايزني اجي ولا ايه؟ لا بس انا كنت متوقع انك تاخدي لك يومين ثلاثه اجازه بعد سفريتك دي. بصراحة المجلة واللي في المجلة والبلد كلها وحشتني. وانتي كمان وحشتيها. وقلت اجي اصبح عليك وبالمرة اسألك رأيك ايه في الكلام اللي قلناه امبارح. كلام ايه؟ ان انا وانت وماما نتلم في بيت واحد بقى، مش قلق قوي. بصراحة انا عايزة اطمن على ماما قبل ما اسافر، مش عايزة اشوفك بالحالة اللي شفتك فيها امبارح دي. انت هتسافري تاني؟ ايوه. ويا عالم هرجع امتى. ها قلت ايه؟ قلت ايه في ايه؟ اللي انا بقوله ده. يا سامي يا بنتي انت عارفه معزتك عندي، وماما دي ست عظيمه، بس مش شايفه ان احنا كبرنا على الحكايه دي. كبرتوا ده ايه؟ انا بتكلم عن الموده والعشره والامن والامان، ولا انا غلطانه يا استاذ احمد؟ لا انت مش غلطانه يا سامي، بس ماما. ماما دي سيبها لي انا خالص، مالكش دعوه. بصراحه بصراحه بقى انا عايزه اطمن عليكم قبل ما اسافر. بجد يا سامية انتي بتهربي. لا انا مش بهزر، انا بتكلم جد وجد جدا كمان، وخلاص ضبطت مع عم مختار كل حاجه. يا سلام، منك ليه كده لوحديكم؟ ايوه مني ليه لوحدينا. ايوه يا سامية، بس ما يصحش دلوقتي في الظروف اللي هو فيها وحكايه ابنه عبد القادر دي. يا ماما الحزن في القلب. وبعدين انا عايزه اسالك سؤال، انتي ناويه تعملي فرح؟ لا
لا طبعا. عايز تعملي بقى زفه وتلبسي فستان والحاجات دي؟ لا زفه ايه وفستان ايه؟ لا. طب خلاص احنا نعمل قعده كده على الضيق في بيت عم مختار وربنا يهني سيد بسعيد. بالبساطه دي؟ ايوه بالبساطه دي. بنت ما تاخدينيش في دوكه. يا ماما من حقنا نفرح. سيبينا بقى نفرح شويه. خلينا نفكر بشكل عملي. انتوا هتعيشوا فين؟ هنا ولا هناك؟ انت رايك ايه؟ انا والله شايفه ان احنا نعيش جنب بعض. سواء هنا او هناك هنفضل طول عمرنا عيله واحده. مش ممكن يا سامي. بتقومي معايا بدور الام. ما انت طول عمرك امي وست زي القمر. مش من حقك بقى عليا ان انا ادلعك وتبقي بنتي شويه؟ طب قوليلي يا ماما بقى تهاني موقفها هيبقى ايه؟